في برنامج مع عنبر. شكرا شكرا شكرا. أصدقائي، حلقتنا لليوم حلقة مختلفة ومميزة وشيقة لا تشبه غيرها من الحلقات، ففيها سنسلط الضوء على مونديال قطر 2022 والذي ينتظره الجميع من مختلف دول العالم بفارغ الصبر. لنتابع التقرير معا، هيا بنا. رحبوا معي بالمتحدث الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث السيد خالد النعمة. أهلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا عنبر، نورت الاستوديو. كيف الأحوال؟ عليكم السلام. احترازا طبعا وتوافقا مع الإجراءات الاحترازية. معك حق. كيف الأحوال أستاذ؟ الحمد لله. كيف أنت وما هذه الأناقة؟ شكرا جميلة. متألق. شكرا شكرا. بصراحة حلقة اليوم بالنسبة لي متميزة، فيها معلومات أريد أن أعرفها أنا والأصدقاء وهي كثيرة، وأنا سعيد جدا بالتواجد معك والإجابة لك بإذن الله قدر المستطاع على هذه الأسئلة إن شاء الله. سيد خالد، أعلم بأن دولة قطر ما زالت تعمل على قدم وساق لاستقبال المونديال الرائع الذي ننتظره جميعا. أخبرني، ما هي آخر التحضيرات التي تم الانتهاء منها؟ تفضل. التحضيرات على قدم وساق. نعم. ولجميع القاطنين في دولة قطر يرون هذه التحضيرات وهذا الجهد الكبير والتسارع في هذا التطور، والله الحمد تم تدشين نصف الاستادات التي ستستضيف مباريات البطولة. نعم. نحن سنستضيف البطولة على 8 استادات، تم تدشين 4 منها، وأيضا تم الانتهاء والاكتمال من أعمال البناء الرئيسية من استاد خامس. نعم. ونترقب بإذن الله تدشين 3 استادات المتبقية خلال العام القادم بحول الله إن شاء الله. ما شاء الله 8، يعني وتتسع لكثير من المتفرجين. على فكرة أنا أقف هكذا أمام الأستاد، هكذا كبير ما شاء الله. نعم. منذ يومين بصراحة ذهبت أنا وعائلتي إلى حديقة استاد البيت، كانت رائعة. يعني هل جميع الملاعب بها مرافق للجمهور؟ يعني جميع الملاعب تمتلك مرافق ولكنها مختلفة. نعم. كل استاد يخدم المنطقة المحيطة لديه، فلذلك في استاد البيت الذي زرته وشرفتنا. نعم. هناك تم طلب من أهالي المناطق الشمالية في مدينة الخور ومدينة سميسمة وذخيرة وخلافها من المدن في دولة قطر. نعم. تم طلب توفير حدائق عامة، علاوة على ذلك بعض المضامير الخاصة بركوب الخيل على سبيل المثال، وبعض المضامير الخاصة بالجري والمشي أيضا. وهناك طيف واسع، أنا متأكد أنك رأيت أيضا عددا من المطاعم والمقاهي حول. نعم. الأستاد. نعم. هذه المرافق تختلف بناء على طلب وحاجة المنطقة التي تستضيف الأستاد، فأستاد الجنوب على سبيل المثال هناك مرافق أخرى حوله، وهذا الأمر يتكرر حول بقية الأستادات. رائع جدا. يعني عندما نذهب لنشاهد مباراة ممكن أن نذهب باكرا ونقضي وقت جميل ونأكل، ويعني ليست فقط نذهب نشاهد مباراة ونعود إلى المنزل. بإمكاننا الذهاب معا بعد هذه إن شاء الحلقة الله. الجميلة إن شاء الله. كافة هذه المرافق موجودة لخدمة أهالي دولة قطر والمقيمين فيها. نعم. وأيضا توفير تجربة ثرية وممتعة وفريدة إن شاء الله في 2022. شيء رائع جدا. ماذا عن الفعاليات المصاحبة للبطولة؟ يعني هل هي فعاليات شيقة؟ يعني أريد أن أعرف أشياء. بطولة كأس العالم عنبر، أنا متأكد أنك شاهدت نسخة أو اثنتان قبل نسخة 2022. نعم. أي بطولة كأس عالم هي بطولة عريقة وكبيرة جدا. نعم. ويتابعها ليس الملايين بل أكثر من ذلك حتى. فعلا. فلذلك كل دولة مستضيفة تقدم المميز في ثقافتها والمميز في عاداتها وتقاليدها، فلذلك نشاهد أيضا تصاميم الاستادات في دولة قطر تعكس هذا الشيء وتعكس. نعم. الثقافة القطرية والعادات القطرية. نعم. فلذلك سيكون هناك طيف واسع وعدد لا حصر له من الفعاليات التي تعرف الزائرين على الثقافة العربية أولا والثقافة القطرية حصرا.
جميل جميل. يبدو ما شاء الله لديك ذاكرة قوية. يعتمد على الطلب. في الفقرة القادمة سنستعمل هذه الذاكرة. أصدقائي ابقوا معنا. أستاذ خالد، سوف نلعب لعبة الذاكرة. حضرتك ستلعب لعبة الذاكرة وسوف ترى هناك مفاجأة يعني في هذه اللعبة. هل أنت جاهز؟ طبعا أحب المفاجآت. نعم تفضل تفضل. بسم الله. تعرفها للعبة ها؟ أعرف اللعبة. نعم. وحاولت الاستعداد لها من خلال أن أكل ملعقة من العسل كل صباح. يا سلام. محاولة مني تقوية الذاكرة. فسأختبرها الآن. طيب يعني العسل يقوي الذاكرة؟ طب بعد الحلقة سأكل عسل. طبعا العسل مفيد جدا ليس فقط للذاكرة. طيب هذا استاد لوسيل، أكبر استادات بطولة كأس العالم. يا سلام المعلومات. للأسف لم يتطابقا. يعني أحاول مع بطاقة. ممكن أن تقفلها وتفتح مكان آخر. طبعا أكيد. هذا استاد المدينة التعليمية المجاور. نعم. لمقر قناة جيم. نعم جميل جدا. للمرة الثانية أخطأت. لا بأس نخطئ ولكن هكذا نحفظ مكان ال. نعم نعم. هذا استاد عنبر، ساعدني. نعم لم تحفظهم؟ لم يظهر أي أيضا. استاد حاول مرتين. نعم حاول. استاد المدينة التعليمية. نعم أعتقد ربما هنا في مكان ما. نعم أعتقد. لا أيضا لا. لا بأس بصراحة أنا في الذاكرة. أنا سيء في الذاكرة. نعم نجحنا في الحصول على أول تطابق. جميل جدا. استاد المدينة التعليمية. نعم نضعه على جانب. نعم على جانب. هذا استاد الجنوب. نعم لا. نقفلهم اثنين. نعم نعم استاد الجنوب. على فكرة أنا أستفيد من المعلومات هذه خلال اللعبة. عرفنا. يا سلام استاد الجنوب. نعم. استاد الجنوب ثاني استادات بطولة كأس العالم اكتمالا في عام 2019. الملعب الثاني الذي اكتمل. نعم نعم بسعة 40,000 متفرج. ما شاء الله. وبالحديث عن السعة التقريبية هذا أكبر استادات البطولة استاد لوسيل. لوسيل نعم نعم. يستوعب 80,000 متفرج. نعم. نعم. يا سلام يا سلام. نعم يبدو أني نعم. اعتدت على اللعبة يا عنبر. نعم قلت لك يعني هي في البداية صعبة وبعد ذلك تصبح سهلة. استاد خليفة الدولي. نعم. لا لا. وهذا الاستاد الرابع تشينا من استادات بطولة كأس العالم. نعم. والكائن في مدينة الريان. نعم مدينة الريان بسعة 40,000 متفرج. نعم بسم الله. هذا استاد الثمامة. نعم تصميم متميز جدا لأنه يحاكي. نعم. قبعة الرأس. نعم. التقليدية في دولة قطر. نعم. التي أرتديها. نعم. الآن. نعم. الجحفية تسمى. الجحفية نسميها. نعم. في دولة على قطر فكرة. يعني الجحفية رائع جدا شكله رائع جدا كل الملاعب رائعة. استاد البير. هذا استاد البير. يا سلام. ثاني أكبر استادات بطولة كأس. نعم. العالم والاستاد. نعم. الذي سيتم فيه تنظيم المباراة الافتتاحية المباراة الأولى. نعم. لمنتخب قطر. المباراة الأولى ستكون في استاد البيت. استاد البيت بإذن. نعم. الله. نعم. الذي يحاكي الخيمة التقليدية. نعم زرته أنا وعائلتي قلت لك. نعم نعم. وتبقى لنا أقدم استادات إنشاء استاد خليفة الدولي. نعم. وهو المقر الدائم لمنتخب قطر أنشئ سنة 1976. 76 نعم وتم تجديده ويعني لكي يتسع إلى أيضا عدد كبير من المتفرجين. كم أحرزت أنا في هذه اللعبة الآن من 10؟ أحرزت 11 من 10 ما رأيك؟ رائع جدا يعني كانت لعبة وفي نفس الوقت حصلنا على معلومات رائعة وطبعا في التوقيت المناسب. طبعا سنتوقف قليلا أصدقائي ابقوا معنا. رائع جدا.
أستاذ خالد، بصراحة بعد مشاهدتي لصور الملاعب شعرت بحماس شديد لحضور المباريات والتواجد بداخل هذه الملاعب. ما هي أبرز مميزات هذه الملاعب من الداخل؟ الملاعب تتميز بعدة أمور. المسألة الأولى هي أنها جميعها تتميز بتكييف البطولة بحكم جو دولة قطر أثناء السنة. من المهم أن نحرص على أن يتم الاستفادة من هذه الاستادات طوال فترة السنة، فلذلك تم تزويدها بتقنية تبريد مبتكرة. وأيضا هناك عدد من الاستادات سيتم إنزال طاقتها الاستيعابية، بمعنى أنه سيتم إزالة وتفكيك بعض المقاعد ويتم التبرع لها إلى بعض الدول المحتاجة. يعني تصغير الملاعب والاستفادة منها. نعم، حتى نتمكن أيضا من استخدام هذه الملاعب في دولة قطر. رائع. وهناك أيضا امتيازات خاصة لإخوتنا من ذوي الإعاقة. ضمان لسهول وصولهم إلى المقاعد. وأيضا هناك مراعاة لإخوتنا وزملائنا من مرضى التوحد. وهناك غرف خاصة مجهزة تجهيزا كاملا مراعيا لحالاتهم الصحية. نعم، رائع رائع جدا جدا جدا، هذه أخبار رائعة. بلا شك بأن الجمهور يعني هو ملح بطولة كأس العالم. ما هي خطط اللجنة العليا للمشاريع والإرث لاستقبال الجمهور؟ لا شك بأن الجمهور كما تفضلت هو ملح أي بطولة. نعم. سواء كرة قدم أو أي رياضة أخرى، فلذلك سنكون هنا في دولة قطر مرحبين أيما ترحيب بجميع الزوار من حول العالم، ورسالتنا جميعا ستكون أن نعرفهم بالثقافة العربية الأصيلة وبالعادات والتقاليد العربية. نريد كافة الجماهير أن يغادروا قطر أولا محبين للوطن العربي. نعم. وثانيا أن يكرروا زيارتهم سواء لدولة قطر أو أي من الدول العربية بحول الله. إن شاء الله إن شاء الله، رائع جدا. وهناك يعني خبر، هناك استضافة الجماهير في 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 بعض البيوت أو هكذا يعني سمعت؟ نعم صحيح. نحاول إن شاء الله أن نوجد بعض الحلول المبتكرة لمسألة الإقامة. نعم. فالجميع يعرف أن عند السفر عند المسافر يقطن في فنادق. نعم. لكن نعم هنا صحيح. في دولة قطر سنحرص على أن نزود الخيارات إلى بواخر سياحية، فبالإمكان للزوار أن يقيموا في بواخر سياحية، وأيضا أن يقيموا في مخيمات صحراوية في منتصف البر. نعم. وأيضا الخيار الذي تفضلت به وهو أن تستضيف العوائل القطرية عوائل من الزائرين لدولة قطر، وهذه فرصة لاحتكاك الثقافات وللتعريف بالثقافة العربية ومد جسور التواصل بين الزوار والمقيمين في دولة رائع قطر. جدا ما شاء الله، يعني باستضافة كأس العالم ما شاء الله دولة قطر فكرت في كل شيء، يعني كل الجوانب محاطة بالتفكير وبالتنفيذ، شيء رائع جدا. من المهم جدا يا عنبر أن تأتي هذه البطولة ويتم استثمارها خير استثمار لنفع البلد. يا سلام. فما نحرص عليه أن يكون هناك خير بإذن الله عام يعم أرجاء دولة قطر والمنطقة العربية بعد 2022. إن شاء الله إن شاء الله، يعني مقابلة رائعة. أشكر حضورك إلى الاستوديو لأننا تعرفنا على تفاصيل جدا مهمة أنا وأصدقائي. يعني أنا أشكرك لأنك حضرت معنا اليوم. العفو والشكر لك عنبر على هذه الاستضافة، وأنا سعيد بالتواجد معك، وأوجه لك الدعوة وأيضا لأصدقائنا من المشاهدين بزيارة المرافق المتاحة في المناطق المحيطة باستادات كأس العالم، إن كان استاد البيت في مدينة الخور. نعم. استاد الجنوب وبقية الاستادات. رائع جدا. قبل أن ننهي الحلقة هناك مفاجأة، لحظة واحدة، دائما أعطي شهادة شكر وتقدير لضيوفي المتميزين. يا سلام، شكرا جزيلا. نعم، ولكن الشهادة لا تنفع من دون هذا الختم العنبري، هو فريد على فكرة، لا يوجد غير واحد في العالم مشهور. سمعت عنه قبل أن أراه. جميل جدا. 1 2 3 منبر. أصبحت الشهادة نافذة. نعم، وها هي الشهادة أستاذ خالد. شكرا شكرا. نعم. يا عنبر، نأخذ صورة تذكارية أنا وأنت. شكرا. يا
للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن.